ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وأكيد بحب أبارك لكل اللي تخرجوا من الجامعات بشكل عام، وإن شاء الله يا رب الأهم إنهم يلاقوا الوظيفة اللي بتناسبهم بتريحهم. وحابة أخص كمان بالمباركة لزميلتنا حنين من قسم الإعداد، ألف ألف مبروك لإلها. امبارح أنا شفتكم احتفلت فيها، احتفال راح علي الاحتفال. بدكم تعوضوني اليوم؟ أكيد طبعا طبعا أكيد. بس حاب يعني أبارك بالضبط لجميع الخريجين، لجميع الطلبة. ما في أحلى من فرحة التخرج، ما في أحلى من فرحة النجاح، ما في أحلى من تحقيق الأهداف من بعد تعب سنين طويلة. إن شاء الله ألف مبروك يا رب، تكون حياتكم الجاي مليئة بالخير والفرح. وأكيد ألف مبروك للزميلة حنين بمناسبة تخرجها. أكيد لبنى، ومن بعد مشاعر الفرح والنجاح هلأ رح نروح مع الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام لنحكي أكثر عن الكورتيزون بشكل عام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتورة. يسعد صباحكم فرح ولبنى، وأنا بدي أبارك لحنين ولكل اللي تخرج، وإن شاء الله الكل يكون النجاح من حليفهم. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحكم. كثير منسمع كورتيزون، هاي الكلمة كثير بنسمعها، وكثير في مخاوف عنا منها. يعني لما دكتور يوصف لنا دواء يحكي لنا بس فيه نسبة كورتيزون كثير بنخاف. اليوم رح نتحدث معك أكثر عن هذا الموضوع، عن آثاره واستخداماته. بس قبل ما نتحدث يعني بشكل موسع، بدي يعني توضحي لنا وللمشاهدين شو هو الكورتيزون. بالضبط مثل ما قلتي لبنى، هذا الكورتيزون اللي عامل جدل رعب. بالزبط. يعني كأنه محرم نحكي كورتيزون، بفوتوا على الصيدلية بس دكتور أهم شيء ما في كورتيزون أول سؤال. بنخاف ننصح هو هاي اللي ماخدينا. هلا بدنا نوضح كل هذا الحكي وشو امتى يعني بيصير في هاي المواضيع. نعم. والخوف من الكورتيزون. فيا جماعه الكورتيزون هو دواء بالنهايه، ترى هذا دواء علاج يعني، ومش الصح انه نبعد عنه تماما في حال في حالات خطيره. اذا ما اخذنا العلاج بتكون حاله خطيره جدا. فهذا الكورتيزون له ما له وعليه ما عليه. فهذا الكورتيزون اللي هو عباره عن هرمون الكورتيكوستيرويد، تفرزه الغده الجاركلويه او الكظريه. في عندنا فوق الغده الجاركلويه يعني هذا يعني غدة اللي هي احنا يعني فوق كل كلية في عنا غدة اسمها الجاركلوية أو الكظرية، بتفرز هذا الكورتيزون بشكل طبيعي. طبعا هذا الكورتيزون ضروري للجسم للقيام بعمليات الحيوية المختلفة على مدار اليوم. وفي غدة عندنا موجودة مسؤولة عن إفراز هذا الكورتيزون، اللي بتتحكم بعمل الغدة الجاركلوية أو الكظرية اللي هي الغدة النخامية الموجودة في الدماغ. طبعا أول ما يعني تم يعني اكتشاف هذا الكورتيزون، تم اكتشافه من كيميائي أمريكي اسمه إدوارد كالفين كيندل. طبعا اكتشفه في عام 1950 واخذ عليه جائزة نوبل في الطب. ويعني تم تصنيعه لأول مرة في عام 1949 في ولاية نيوجيرسي. نعم. في أمريكا. طبعا يعني هذا الكورتيزون كيف، خلينا هيك نوضح للسادة المشاهدين كيف بيعمل. هو بيقلل من مناعة الجسم ودفاعات الجسم، فبيقلل من الالتهاب والأعراض المصاحبة له، زي عندنا فرط الحساسية والتورم. فمن هون احنا يعني له استخدامات عديدة بنستخدمه فيها. طبعا هناك كمان في المقابل الآثار الجانبية اللي خطيرة في حال احنا ما التزمنا بالرجوع للطبيب، لأنه لا يؤخذ إلا بوصف الطبيب. ويعني كمان الالتزام الشديد يعني الطريقة الصحيحة لاستخدامه والجرعة الصحيحة والفترة الصحيحة اللي بيعطينا إياها الطبيب والصيدلاني. طيب بما أنه عم نحكي عن الفترة الصحيحة والجرعة الصحيحة وكل هالأمور هاي، خلينا نحكي كيف أصلاً واحد لازم يستخدمه بالشكل الصحيح، وشو الآثار أو الأضرار اللي راح تصيب بالإنسان إذا ما تم استخدامه بالشكل الصحيح. نعم هذا سؤال جدا مهم فرح. الكورتيزون حتى نستخدمه بالشكل الصحيح يجب أن يكون هناك وصفة من الطبيب. لا يمكن ولا ويمنع أنه إحنا نلجأ هيك نقول بدنا نستخدم الكورتيزون. للأسف في صبايا بيعانوا من النحافة وقلة الشهية، تيجي بتقول لك تجي بتقول لك أنا بدي كورتيزون عشان أنصح. تخيلي بدها تعرض حالها. هاي الحالات في حالات طب أنت يعني تستاهل تعرضي حالك للسايد إفكت. إحنا عم نحكي الناس اللي بحاجة لهذا الدواء بوصفة طبية، وبنقول كيف إنه لازم إنه يعني بالالتزام نبعد عن الخطورة هاي. فتيجي تعرضي حالك لهاي الأعراض الجانبية، طبعا ممنوع هذا الموضوع وخاطئ. إضافة كمان نلتزم، يعني هلا الدكتور دائما بسعى إنه لما بيعطينا الكورتيزون بيكون انه الحاله تستوجب اعطائه، يعني ما في مجال انه المريض يستفيد على الادويه الثانيه. وكمان بيعطيه باقل جرعه ممكنه ولاقل فتره ممكنه. فاحنا هون بنيجي
بنيجي بنلتزم بنستخدمه بأوقاته الصحيحة بالجرعة اللي بعطينا إياها للفترة الصحيحة. ومهم كمان أنوه هون لنقطة كتير مهمة إنه ما نقطع الدواء من تلقاء أنفسنا. بيجيكي واحد بيشوفه ماخذ كورتيزون قارئ عنه إنه مثلا إله سايد إفكت كذا، بيروح بيقول للمريض وقفوا ليش بتاخذوا هذا الدواء مش عارف شو من الحكي، وقفوا. عارف هذا الموضوع قديش أنت يعني أذيته للشخص اللي قدامك، لأنه إيقاف الكورتيزون يجب أن يكون بشكل تدريجي. نعم. يمنع قطعه بشكل مرة واحدة يعني مفاجئ، لأنه بيعمل أعراض انسحابية، وأعراض انسحابية خطيرة. أوكي. ممكن تعمل انخفاض يعني مفاجئ في الضغط وبالسكر، ممكن كمان تعمل عندهم مشاكل إسهال شديد بيؤدي إلى جفاف شديد ويؤدي إلى هبوط في الدورة. نعم. الدموية، ممكن يعمل قيء وغثيان. فمهم جدا أنه نلتزم بالطريقة الصح، أولا بالوصفة الطبية بالجرعة اللازمة لنا وبالفترة اللي إحنا ناخدها، ما بنزود بالفترة ولا بنقطعه من تلقاء أنفسنا. هذا بيكون الشكل الصحيح. نعم. أنا حابة كمان فرح ولبنى أحكي، يعني هناك عوامل تتحكم بخطورة الكورتيزون. هاي النقطة كتير مهمة للناس اللي بتاخد السايد يعني بتاخد من الكورتيزون السايد إفكت وبتنسى الجوانب الثانية. عوامل الخطورة: عمر المريض، الحالة الصحية للمريض. نعم. الجرعة، كل ما كانت الجرعة عالية كل ما كانت الخطورة أكثر. نفسية المريض وهي الأهم بالإضافة للفترة، يعني كل ما كانت الفترة أطول كل ما كان كمان السايد إفكت كمان عنا أخطر. بالإضافة للشكل الصيدلاني، في عنا كورتيزون، أشكال للكورتيزون. صحيح. يعني في عنا الشكل القوي جدا، في عنا الشكل القوي، في عنا الشكل المتوسط، في عنا الشكل الضعيف. يعني عنا مثلا إحنا بيجي الكورتيزون على شكل حقن، بيجي على شكل حبوب، بيجي على شكل شرابات، بيجي على شكل كمان بخاخات للاستنشاق، ومرات حتى مرهم ممكن يكون في نسبة كورتيزون، مرهم أو كريم، ممكن حتى قطرات العيون. نعم. كمان فيها كورتيزون، فبتختلف وبتتفاوت الخطورة. يعني دائما عندنا الحبوب والإبار هي اللي أخطر لأنه توصل للدم مباشرة. نعم. بينما يعني خلينا نحكي مثلا عن البخاخات، الخطر منها أقل، والكريمات لأنه نعم. اللي يعني ما بوصل للدم، إذا وصل للدم بوصل نسبة بسيطة جدا، ما يعني ما بتعملنا هاي السايد إفكت اللي بنخاف منها. نعم. من الحبوب والحقن، لأنه بالنهاية البخاخات الاستنشاق بنتقل عن طريق الفم للرئتين عبر العصبات الهوائية. نعم. فهاي هي العوامل الخطورة اللي بتحدد يعني الخطورة من الكورتيزون. نعم. طيب ذكرتي قبل شوي بالحديث انه اذا في شخص حابب يزيد وزنه لجأ للكورتيزون، يعني احنا كثير بنسمع انه اشخاص بيحكوا لك انا من الدواء الفلاني زاد وزني كثير، وفي اشخاص بيحكوا انه صار في عندي تغيير بالهرمونات، في اشخاص بيحكوا صار انتبهت على حالي انه جسمي صار يعني افراز الشعر صار اكثر، هل هاي المعلومات كلها صحيحه ام هي مجرد اشاعات عن الكورتيزون؟ لا هي صحيحه. طبعا تتعلق زي ما قلت قبل شوي بانه يعني الاستخدام الجرعات العاليه ولفتره طويله من السايد افكت، خلينا هلا نحكي بدناش نخوف السادة المشاهدين بالزبط. ولكن هي يعني يجب أن يتم التنبيه عليها أنه من السايد إفكت، أولا بيعمل ارتفاع في ضغط الدم، بيعمل ارتفاع في سكر الدم، بيعمل ارتفاع في ضغط العين، بيعمل الساد أو الكتراكت اللي هو عتامة عدسة العين، بيعمل هشاشة العظام أوستيوبوروسيس، وبيعمل ضعف بالعضلات لأنه بيهدم البروتينات الموجودة بالعضلات، بيعمل اكتئاب هاي النقطة بالإضافة ممكن يسبب نمو الشعر الخفيف في بعض المناطق. صحيح. طبعا نيجي للنقطة للكل، يعني أول ما تقولي كورتيزون على طول زيادة الوزن والسمنة، هو فعلا بيؤدي إلى زيادة الوزن. نعم. لأنه بيفتح الشهية، إضافة إلى أنه بيكدس الدهون، بيعمل على تكديس الدهون في منطقة الرقبة والكتاف، بالإضافة بيعمل المون فيس. دائما الأشخاص اللي بياخذوا الكورتيزون أول إشي يعني بنتبه عليه أنه يعني بس يبلش عليهم بيصير في عندهم المون فيس، الوجه القمري، يعني بيصير وجههم على شكل القمر. نعم. إضافة يعني كمان أنه بيؤدي إلى حبس عنصر الصوديوم في الجسم اللي هو بيعمل احتباس سوائل في الجسم. نعم. كما هذا طبعا بيعمل عبء على القلب لأنه كمان يعني بيعمل لها فشل بمهام القلب. إضافة إلى أنه بطرد عنصر البوتاسيوم يعني بالجسم، هذا عنصر مهم. طبعا كمان بيؤدي إلى مثل ما تفضلت لبنى، بيعمل خربطة في الهرمونات، فبيؤدي. نعم. إلى خربطة في يعني في الدورة الشهرية، يعني هاي كمان من السايد إفكت. إضافة الكورتيزون بضعف من المناعة، فالأشخاص بيصيروا عرضة أكثر للعد يعني للعدوى الفطرية والفيروسية يعني والبكتيريا، لهيك دائما بنقولهم يديروا بالهم على حالهم، يبتعدوا عن المناطق اللي فيها ازدحام الفترة اللي بياخذوا فيها الكورتيزون على أساس ما يصير عندهم عدوى. كمان ببطئ من التئام الجروح،
هاي من السايد افكت تبعته. إضافة اللي بيستخدموا الكريمات، لما بيستخدموا الكريمات بيعمل على ظهور شعيرات دموية وخطوط حمراء وبيضاء في البشرة وترقق فيها بيصير. هاي من الأشياء اللي يعني ملاحظ من استخدامه. بخاخات الفم ضروري أن ننبه أنه لازم أنهم يغسلوا الفم ويتمضمضوا بعد كل استخدام، لأنه بيؤدي إلى ظهور الفطريات. فضروري أنهم يتمضمضوا، هاي النقطة كتير مهمة. طب يعني في حال الشخص كان بحاجة أنه يأخذ الكورتيزون، هل في له بديل ولا خلص كورتيزون يعني كورتيزون ما في مجال للموضوع؟ هلا سؤالك كتير حلو فرح. طبعا الطبيب يعني أنا هاي النقطة حابة أحكيها، هلا إحنا الكورتيزون ما بنعطيه هيك عمال على بطل أيوه على طول كورتيزون. الله خذوا كورتيزون. طبعا الكورتيزون إحنا عارفين إنه له سايد إفكت، ويعني طبعا يعني حسب حالة المريض، قلنا إنه حسب حالة المريض ووضعه. فهو الطبيب بدرس، لأنه مثل يعني برجع مثل ما قلت قبل شوي برجع وبشدد، هو بوصفة طبية، فالطبيب بدرس حالة المريض. في عنا دائما في علم الصيدلة والطب بنوازن حالة المريض ما بين الآثار الجانبية والفوائد تبعت الدواء. فبيض يعني وضع المريض يستدعي إعطاء الكورتيزون، وهو بحاجة إلى إعطاء الكورتيزون. في هاي الحالة بيعطيها بأقل جرعة ممكنة ولأقل فترة ممكنة. وفي يعني على فكرة يعني إذا بتسألي كبدائل طبيعية للكورتيزون، مثلا عرق السوس ثبت بدراسات إنه إله يعني فوائد. حلو. وذول الكتان إلها كمان فوائد، يعني بتكون كبديل يعني للكورتيزون بشكل طبيعي. لكن بالحالات اللي يعني خلينا نحكي، ما إحنا ما قلنا مثلا استخدامات الكورتيزون، يعني الكورتيزون إله استخدامات كتير مهمة وضرورية. يعني عندك مثلا في أمراض السرطان وأمراض الدم، في أمراض المناعة الذاتية الأوتوميون ديزيزز، الغدة يعني بالضبط. يعني عندك مثلا اللي بيكون في عندهم أمراض مناعة زي مثلا عندك الذئب الحمامية أو الريماتويد أرثرايتس اللي هو يعني الروماتيزم. بالضبط. نعم. كمان عندك كمان ممكن يستخدم في أمراض الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي والربو، في أمراض العين، في أمراض الحساسية الجلدية مثلا الحكة الجلدية. كمان عندك بالصدفية، بالثعلبة، بالبهاق، يعني له استخدامات مهمة. في الخربطة الهرمونات. نعم. كمان ممكن استخدامه. كمان نقطة كتير مهمة لازم أحكي عنها، الأشخاص اللي بيكون في عندهم زراعة على الأعضاء. هلأ إحنا جسم الإنسان ممكن يعني معرض إنه يمكن يعتبر هذا العضو اللي إحنا عملنا له زراعة جسم غريب، فممكن يهاجمه أو يرفضه. فإحنا بنعطي الكورتيزون ليثبط المناعة ويقلل من رفض الجسم لهذا العضو لحتى يتقبله. فهاي كمان من الاستخدامات تبعت الكورتيزون. بالإضافة كمان التهابات القولون التقرحي كمان المزمن كمان ممكن من الاستخدامات. يعني في له استخدامات عديدة طبعاً، ولكن من خلال ذكرك للآثار يلي له، طب هل ينصح بأنه يعطى لمرضى الضغط والسكري أو يعطى بجرعات معينة مثلا؟ كيف الاستخدام هون؟ طبعا بيكون؟ كتير كتير حلو سؤالك. هلا طبعا هنا احنا يعني الطبيب لما بده يعني يشوف المريض بده يعمل اذا حالته تستدعي اعطاء الكورتيزون، طبعا لازم يعني يكون في هناك متابعة مع الطبيب. نعم. وفحوصات لحتى يعني يشوف وضع المريض. وانا هون حابة احكي كمان هدول المرضى بيكون في يعني زي ما تحكي ارشادات معينة تساعدهم. يعني احنا بنقولهم مثلا يبعدوا عن الصوديوم وملح الطعام يعني والأشياء اللي بتسبب احتباس السوائل عندهم، يعني يخلوا أغذيتهم تحتوي على البوتاسيوم زي عندك الموز، البرتقال، الأفوكادو، البطاطا. هاي الأمور يكثروا منها. مهم. نعم. كمان يسعوا للرياضة، الرياضة كتير مهمة طبعا. يبعدوا عن السعرات الحرارية العالية عشان ما يصيبهم البدانة والدهنيات والسكريات. نعم. اللي بتأذيهم. إضافة كمان إنهم يعني طبعا بعد الرجوع لطبيب وعمل فحص بياخذوا مكملات الكالسيوم والفيتامين دي مثلا حتى ما يصير عندهم مشكلة هشاشة العظام. اللي بيصير عندهم النساء اللي بيصير عندهم خربطة بالدورة الشهرية ممكن يراجعوا الدكتورة النسائية برضو تحل لهم الموضوع. نعم. يعني هاي النقاط مهمة. بالإضافة لأنهم يبعدوا عن شغلة الجروح، يعني لأنه يكونوا حريصين أكثر. نعم. على حالهم، يبعدوا كمان مثل ما قلنا عن المناطق اللي فيها ازدحام وهيك، يعني يديروا بالهم على حالهم عشان يبعدوا عن شغلة العدوى. هاي كمان. نعم. يعني من النقاط اللي إحنا يعني منقولهم عليها على أساس إنهم يديروا بالهم على حالهم. يعني إحنا بنتمنى السلامة أكيد للجميع. وكفيتي ووفيتي دكتورة روان، يعطيك ألف عافية، سعيدين بتواجدك اليوم معنا. أنا أسعد حبيبتي فرح لنا ويسعد صباحكم. دائما صباحك سعيدة بصباحي معكم. إحنا أسعد أكيد. بتجدد لقاءنا فيكي أكيد.